الحدود ما يدري ان ترابنا مسك بدم سلافنا الله على قلب حدود لمس طرف الحدود ما يدري ان ترابنا مسك بدم سلافنا ملكنا يا سندنا بعد رب انت املنا امر وتلقى الجموع تمشي لك بشوق وطوع يا ملكنا يا سندنا بعد رب انت املنا امر وتلقى الجموع تمشي لك بشوق وطوع تنطق ايمان وشهادة عزمهم يحمي السيادة غررك الغريب صرت في طوعه مجيب الحر يلزم هالقصاص والحق ما عنه ما نام الله أكبر يا ملك انت روح في جسد عشتي يا نبض الوريد قلوبنا انت الوحيد قلوبنا انت الوحيد اهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير من جديد المره الثانيه ارحب بكم في ثاني ايام عيد الفطر المبارك من هنا من منتزه الملك عبد الله في قلب العاصمه الرياض وتحديدا من خلفنا النافوره التفاعليه هذه النافوره التي تتراقص على انغام الاغاني الوطنيه والاغاني التي اعدت خصيصا ووضعت بمناسبه العيد ارحب بكم مشاهدي الكرام كذلك أحب بضيفي معي الدكتور إبراهيم الججين وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات فأهلا بكم أهلا دكتور حياك الله معنا كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير ونبارك لكم العيد ونبارك لأخوان المشاهدين الله احنا نبارك لكم الحقيقة هالجهود الجميلة اللي قالت خدمات منطقة الرياض أنا أتكلم عن 28 موقع 22 فعالية منوعة اللي عجبني فيها السنه هذه انه في تنوع الفعاليات صحيح الفئات اللي قاعده تستفيد من هالفعاليات حتى الصم والبكم بعد لهم فعاليات ولهم مسرحيات يعني ابيك تحدثني اجمالا عن هالفعاليات وتنوعها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين امانه منطقه الرياض اطلقت برنامج ضخم حقيقه قد يكون الاضخم على مستوى الشرق الاوسط حقيقه كاحتفال في ان واحد تطلق في فعاليات تطلق في فترة واحدة عندنا 220 فعالية في 28 موقع روعي فيها أنها تلبي احتياجات ورغبات ومتطلبات كل فئات المجتمع يعني مدينة الرياض الحقيقة من فيها حدود أكثر من 6 مليون أو قرابة 6 مليون و 60% منهم من الشباب يعني كان لابد من الشباب والأطفال طبعا كان لابد من التركيز على الشباب والأطفال بحيث يكون لهم نصيب الأسد في هذا الجانب ولا نغفل الحقيقة كافة أفراد الأسرة وبالتالي كانت فعالياتنا وفعاليات أمانة منطقة الرياض متنوعة بالقدر اللي يبتغيه كافة أفراد الأسرة يعني لو أخذنا الحقيقة على سبيل المثال الحصر بعجالة حقيقة بالنسبة للعائلات هناك مجموعة من المواقع اللي تستوعب أعداد كبيرة من العائلات وتستوعب الحقيقة بعض الفعاليات اللي تصلح لكل أفراد الأسرة
يعني مثلا من منتزه الملك عبد الله احنا فيه، منتزه الدوح وساحه العروض من منتزه الدوح، مركز المكابيل التاريخي، حديقه مناخ الملك عبد العزيز، النظيم، الحاير، كل هذه الحقيقه من المواقع اللي تستوعب العائله بشكل كامل. في بعض المواقع الحقيقه خصصت للرجال او للشباب، على سبيل المثال الحصر ايضا ميدان ديراب دريفت ودراج ريس وميدان شبابيه، العاب شبابيه، شبابيه الحقيقه، القادسيه، المسرحيات الرجاليه، فيها ايضا فعاليات خصصت للنساء فقط الحقيقه، نظرا لمتطلبات بعض الناس انها تكون تروح الوحده المراه وكذا. فموجود الحقيقه مسرحيات نسائيه ايضا، فعاليات نسائيه في خمس مواقع، مسرحيتين وثلاث مواقع، مركز المكابيل التاريخي، مركز الامير سلمان الاجتماعي، وايضا في الحكيرلاند مسرحيه، في مركز المكتبه الثقافيه المسرحيه. هناك كوكبه الحقيقه من الفعاليات. ايضا في فعاليه جديده الحقيقه وظيفه السنه هذه، وهذا جميل الحقيقه ولاقت تفاعل كبير. طبعا مركز منتزه الملك عبد الله لاول مره الحقيقه في الاحتفاء في احتفاء السنه هذه اول مره، السنه هذه اول مره يكون فيها احتفاء باليوم العيد، يعني حرام المكان الجميل ما يستغل دائما بفعاليه. هو طبعا افتتح بعد عيد الفطر الحين، افتتح في شهر 11 السنه الماضيه، يعني بعد عيد الفطر السنه الماضيه، ابتداء من السنه هذه. السنه هذه الحقيقه دخل من المواقع اللي يقام فيها فعاليات. ايضا عندنا اضيفت فعاليه الستاند اب كوميدي في الساحه، في الصاله الخضراء، والصاله الخضراء في المجمع الملك الامير فيصل بن فهد الاولمبي، وهي تستوعب اكثر من 5000 شاب، والحمد لله رب العالمين اقبال كبير. ايضا اضيف السنه هذه موقع جديد اللي هو ميدان الديراب، وهذا في فعاليات يحبها الشباب كثير الحقيقه، فعاليات الدريفت والدراج ريس اللي هو القياده المحترفه، والدراج ريس حق السرعه وما الى ذلك. خلوا حتى على الشباب، يعني الشباب مثل ما قلت ان 60% تقريبا من تركيبه المجتمع شباب. صحيح. الشباب يعانون دائما من جفاف انه ما في فعاليات ترفيهيه لهم تستهدفهم، والله فمسا تركزون عليهم. انا اقول بالعيد وغير العيد بعد. صحيح. وهم ماخذين نصيب الاسد، بس طبيعتنا الحقيقه هي اشكاليه عندنا في نقول في ثقافتنا، نقول كلنا جميعا انه ما نبحث الحقيقه، ما نصدر الحكم قبل لا نبحث هل فعلا موجود ولا مو موجود. انا اقصد الفعاليات هل هي موجوده للشباب؟ هي موجوده حقيقه. طيب بس الشاب طيب يبغى قصور في الاعلام انكم مثلا تسوي تسويق لها واعلان لها حتى يعرفون الشباب. صحيح. هناك الحقيقه قنوات كثيره للتعريف بالفعاليات، يعني مثل على سبيل المثال عندنا الان البروشور وزع معنا الصحف، مع الصحف في مدينه الرياض وخارج مدينه الرياض، ايضا وزع عندنا الموقع، عندنا البرومو اللي اعلن في القنوات كلها تقريبا، فموجود الحقيقه مجموعه من الاعلام فيه ايضا فعاليه جيده الحقيقه وظيفه السنه هذه لاول مره، اللي فعاليه الرياض من السماء، وهي فعاليه للطيران. الطائرات بانواعها، طائرات صغيره، طائرات الست ركاب، طائرات مجموعه من الطائرات الحقيقه، لا يحضرني مسمياتها بحكم انها مسميات فنيه. والفكره في استعراضات، وايضا في السحب للعلم السعودي كاكبر علم سعودي ضخم جدا يسحب عن طريق الطائره. ممتاز. ويمر ببعض احياء مدينه الرياض او جزء من مدينه الرياض، وهناك استعراضات الحقيقه انا كنا فيها قبل شوي، وفي تفاعل من المجتمع في هذا النوع. طيب من الرياض. طيب التفاعل دائما يقاس بالارقام، هل عندكم احصائيه تقريبا عدد اللي قاعدين يحضرون هالفعاليات؟ طبعا في كل فعاليه فيها رصد، طبعا سواء رصد الكتروني او رصد يدوي. إيه؟ طبعا مثل منتزه الملك عبد الله في رصد الكتروني معروف العدد بالضبط كم يحضر. امس كان حضر معنا قرابه 25000 تقريبا. المنتزه اللي احنا فيه طبعا في ناس تدخل وفي ناس تطلع، لكن في النهايه من حضر تقريبا حدود 25000، وهذا في مساحة 320000 متر أتوقع أنها منطقية جدا. ومجموعة من الفعاليات الموجودة، وبالذات الناس يحضرون للفعاليات المتاحة، وهي فعالية المنتزه يعني لأول مرة مثل الـ 3D والمابينج والحاجات هذه الناس ما تعودت عليها، فكانت صحيح. جميلة النافورة وأثرها الحقيقة وجاذبيتها للناس برضو أضافت الشيء الكبير. جميل. طيب خليني أتكلم عن أنه يعني في أعداد كبيرة من السعوديين يسافرون إجازة العيد يبحثون عن فعاليات برا متنفس لهم وعائلتهم وعيالهم، أنا أتكلم عن عوائل سعودية. فكرتوا أنك تقلبون، يعني يمكن صعب أن نقول الناس هتسافرون، لكن فكرتوا أنه والله لا يصير الرياض أو عيد الرياض جاذب بشكل كبير حتى اللي برا مدينة الرياض يجون الرياض عشان هالفعاليات؟
في بالكم الموضوع وكهدف ولا فكرتوا فيه؟ بلا شك هو خلينا نكون واضحين في هذا الامر. يعني اللي بيسافر بيسافر, يعني خلينا نكون أكيد. قد يكون السفر ليس هدف فعاليه او عدمه, لكن اللي يهمنا ما هو بالمسافرين, اللي يهمنا اللي جالسين اللي ما عندهم شيء حقيقي. اللي جالسين هم النسبه الاكبر, نسافر 10% باقي 90% حقيقه من الناس. ايضا المدينه ولله الحمد يعني حسب احصائيات الاشغال في الفنادق والشقق المفروشه الان صرنا نصل في ايام العيد الى 100% تقريبا بالرياض, وهذا معناته ان الرياض وصلت الى مرحله اصبحت مدينه جاذبه في العيد, وتستقطب الحقيقه حتى من محيط المدينه, يعني اقصد من المدن الصغيره اللي قريبه من المدينه من الرياض ومدن والله المملكه كلها, يعني يجون يحضرون الفعاليات يحضرون. طبعا قد لا تجد اعداد بهذا القدر بهذا الكم الحقيقه من الفعاليات والاحترافيه فيها حقيقه. طيب الرياض خلينا نكون معك صريح, الاجواء عندنا جافه في الرياض, يعني حر بالصيف وبرد بالشتاء, يعني والاجواء حاره عندنا. والنقطه الثانيه يعني اللي بوضحه انه عامل الجو مو بجاذب عندنا بالرياض بلا شك. شيء ثاني, الرياض في ناس يقولون يطلقون عليها بالمدينه الجافه, ما فيها متنفس كثير للعوائل للشباب, الشباب يعانون كثير للعائلات فقط, هذه عقدتهم عندنا. صحيح. فكرتم انه على مدار السنه مش بس في العيد, انا ودي كل السنه عيد عشان نشوف الفعاليات الجميله قاعد تسوونها, فكرتم على مدار السنه لا والله بيصير عندنا فعاليات دائمه انطلاقا من العيد وما توقف؟ هي طبعا هذه المقوله نظره تقليديه مستمره حتى مهما كان ستستمر للاسف. يعني الرياض ما هي تغيرون الرؤيه ان شاء الله. الحقيقه الرياض ما هي بالجفاف بالنسبه للشباب بالصوره اللي تنقل. الحقيقه الرياض ولله الحمد الان اصبحت من في برنامج الامانه يمكن له عده سنوات الان, يمكن قرابه 10 سنوات اطلق, اللي هو برنامج تعزيز البعد الانساني في المدينه. يعني انشئت في ممرات مشاة وساحات بلديه وانشئت في مجموعه كبيره الحدائق ومن هالمنتزه. الحق يقال احنا قاعدين نشوف الرياض تتغير, قاعده تبتسم الحين, يعني بدات تبتسم وجه العبوس صح التعبير السابق, بدينا نشوف في متنفس, بدينا نشوف تغيرات قاعده تصير, حدائق ممشى. الحق يقال يعني الامين الجديد في لمسات واضحه الله يعطيه العافيه يعني المهندس المقبل وجهودكم كلكم, بس انا اقول يمكن المؤمل عندنا اكبر واكبر من يعني مهما يكون. ايضا بالنسبه للفعاليات الامانه اطلقت برنامج رزنامه للسنه كامله إيه؟ والان تعد او تقام مجموعه من الفعاليات طول السنه, يعني مثلا لدينا 5 مهرجانات مستمره, مهرجان ربيع الرياض, مهرجان الاسره المنتجه, مهرجان المراه, مهرجان التمور النخيل والتمور, مهرجان الى اخره, مجموعه مهرجانات. ونحاول في مهرجاناتنا ما تكون جافه الحقيقه, مهرجانات انترتينمنت, يعني مهرجان فعلا هذا تعليم وتثقيف وفي نفس الوقت انها متعه الحقيقه, ونحطها في اماكن كبيره تستوعب الناس كثير, اضافه الى برنامج ثقافي مستمر, المسرحيات مستمره طول السنه. احنا عندنا قرابه 30 مسرحيه في السنه الحقيقه. انتم سويتوا خير الحقيقه للفن ورواد المسرح واللي يهتمون بالمسرح. نعم, حتى بالنسبه للشباب يعني عندنا يمكن اكبر دوري يقام في العالم تقريبا يقام في مدينه الرياض السنة هذه. الدوري اللي أقيم في الصيف وانتهى في رمضان شارك فيه فوق 7000 لاعب, تخيل يعني من في الساحات البلدية. عندنا قرابة اللي احتضنت الساحات أكثر من 50 ساحة, طبعا عندنا 70 ساحة الآن جاهزة, اللي هي ملاعب مجهزة في الأحياء. في الأحياء ساحة البلدية يجي في عادة ملاعب كرة قدم, ملاعب كرة سلة, ملاعب مكان جلوس ومر مشاة وتراك للركض وما إلى ذلك. هذه استوعبت السنة هذه أكبر دوري, والحقيقة بتوجه إن شاء الله السنة القادمة ان نحط جنس باذن الله في فعاليات, بس تحتاجونكم تسوقون لها كذا, خلي الشباب يعرفون. انا لو سوينا يعني استبيان للشباب كثير ما يدرون عن هالفعاليات الحلوه قاعد تقولها, فحرام انه ما يدرون عنها ولا يشاركون فيها. امس كان الامير يعني صاحب سمو الملك الامير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز يعطيه العافيه قام بجوله على يعني اماكن الفعاليات, واللي ذكرنا ان 28 موقع موجوده في الرياض, اختتمها في زياره لهذا المنتزه, منتزه الملك عبد الله. سوينا معه لقاء بنشوف ردود الافعال, يعني رده فعل سموه وانطباع عن اللي شافه وعن الفعاليات اللي يمكن تصير. خلونا احنا والمشاهدين نتابع هذا التقرير عن زياره صاحب السمو الملك الامير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز امير منطقه الرياض لمنتزه الملك عبد الله وافتتاحه وجولته للفعاليات الموجوده في الرياض. نتابع. شكرا جزيلا. Thank you.
عيد الرياض زي ما نقول عيدين السنة هذه أرضى جميع الأذواق ولله الحمد، وهذا اللي ما نطمح له دائما، وقد يكون هناك بعض التقصير ما زال، ولكن الطموح عالي من أهل الرياض، الطموح عالي وغير محدود، ولكن هذه إن شاء الله بادرات طيبة، بادرات إن شاء الله أولية بما رأينا من إنجازات قد نراها في مدن وعواصم عالمية كبيرة بإبراز لا من عندهم من حديث من ألعاب نارية وخلافه وفيديو مابينج أو أشياء متطورة، وكذلك برضه من لا ننسى برضه كذلك تراثنا نعتز به دائما من العرضة السعودية لأنها متخر بها وتقاليدنا وعاداتنا وجميع الرقصات الشعبية والابتهاجات في الأعياد، هذا وقتها والناس تستاهل وكل يستاهل يفرح بهالعيد السعيد إن شاء الله اللي يعود عليهم إن شاء الله بالأمن والأمان إن شاء الله. الفعاليات اللي شفناها اليوم وهي مستمرة مدة 3 أيام، وأدعو الجميع إن شاء الله اللي يشارك وما يحكم عليه هو جالس في بيته، ولا يحكم عليها هو جالس في محله، هو من غير ما يجي ويشارك ويشارك أبناء بلده أبناء وطنه بهاللحمة اللي نراها إن شاء الله في الأسواق وفي المحلات الاحتفالات جميعا، ومن مراها إن شاء الله من تقاليد وعادات نبغى نكسبها نرجعها لأهل الرياض أول إن شاء الله، وهذا ما نطمح له إن شاء الله بإذن الله شيء مسر وشيء سر ناظرين الحمد لله، ونطمح وأدعو الجميع أنه يشارك بالاحتفالات بنفسه وبأهله وبعياله وبعائلته وبأطفاله. سمو الأمير، وجه الرياض الليلة مبتسم، فعاليات منوعة في شتى مواقع تحتوي على فعاليات موجهة للأسرة للأطفال، كذلك الأمانة ربما اهتمت حتى بذوي الاحتياجات الخاصة، هناك فعاليات مقدمة لهم، زيارات المرضى. الرياض يعني غير شكل أيام العيد. الكلام أنه مع هذا هناك مناسبات متعددة على مدى السنة، الرياض قاعدة تتغير حتى كوجهة سياحية أصبحت والرؤية قاعدة تتغير، كيف ترون ذلك؟ بالله الحمد نعمل احنا في سواء أمارة منطقة الرياض أو أمانة منطقة الرياض أو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أو جميع القطاعات الحكومية وكذلك القطاعات الأهلية والفرص التجارية كفريق واحد، ولله الحمد النظرة سوف تكون متكاملة أكثر وأكثر، الأهداف والخدمات راح تكون متوزعة ومنتشرة أكثر وأحسن بإذن الله إن شاء الله، نطمح للمزيد إن شاء الله من التعاون والتأخي في هالمجال هذا، ولله الحمد الرياض أنا صراحة أحب أشكر الإعلاميين الجهود وليست جهود الفترة هذه والسنة هذه فقط، لكن حتى جهود السنوات الماضية، ولكن أشكر بالخاص إخواننا الإعلاميين بإبراز هاللوحة بالإخلاص بالإبراز هالنقاط الإيجابية لهالبلد وهالجهود الكبيرة والجبارة من الزمن كانت تجبر ولا كانت تحط وتقدم للمواطنين، ولكن ما كان فيه الإقبال والإعلام المغطي، لكن الآن أشكر جميع الإعلاميين وأشكر جميع الإخوان المشاركين معنا في هالاحتفالات الرياض إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم عيدين إن شاء الله. أهلا فيكم، طبعا نشكر حقيقة يعني صاحب سمو الأمير تركي بن عبد الله، يعني هذا الأمير الطموح الحقيقة، كلام اللي يقول لسه احنا في البداية ووجه الرياض حيتغير إن شاء الله بإذن الله أكثر وأكثر من خلال، ويمكن لاحظ أنه قال هذه البداية يعني القادم بيكون أجمل بإذن الله، وهذا الحقيقة أمل كل سكان يعني مدينة الرياض. دكتور أرجع معك أخيرا، بعد ما تابعنا لقاء الأمير أكيد احنا متفائلين يعني مبسوطين من اللي يعني قاعد يصير الحين، ومتفائلين ومترقبين لما هو قادم بإذن الله. أباك تتكلمني عن ما الذي تعيدون فيه سكان مدينة الرياض خلال الفترة القادمة؟ والله نعدهم كل خير إن شاء الله، هو قبل كل شيء يعني الأمانة بعد ما تخلص موسم العيد بإذن الله بفترة بسيطة يتم جمع الاستبانات وتحليلها ومعرفة متطلبات ورغبات الناس ومدى رضاهم عن الفعاليات، ويعاد تقييم كل شيء بالكامل ومحاولة تلمس أيضا كل جديد على مستوى العالم، محاولة استقطاب السنة هذه استقطب أشياء كثيرة حقيقة، ونعدهم إن شاء الله أن يكون كل سنة بإذن الله سيجدون الشيء اللي يطمحون له بإذن الله. الرياضة ولله الحمد الآن أصبحت يعني هي المحرك الرئيسي في الفعاليات في المملكة ولله الحمد، ونتمنى إن شاء الله بحلم وقوتهم أن يشاهدون الشيء الكثير والجميل في السنوات القادمة بإذن الله، وليس في السنوات القادمة بل في
رزنامة أمانة منطقة الرياض للمرحلة. بس أهم شيء أعلن عن فعالياتكم باستمرار. تقول على مدار السنة يمكن كثير من الشباب، وأنا يعني أنا حريص على الشباب لأن عارف الشباب يبغون متنفس لهم. فيكون في إعلان لها إن شاء الله بإذن الله وترويج لها الفعاليات اللي على مدار العام. والله إلى حد ما الحمد لله يعني الآن التسويق للفعاليات الحمد لله بمستوى جيد ونطمح للأكثر بإذن الله. أتمنى لكم التوفيق حقيقة وأتمنى لكم النجاح إن شاء الله. وكل عيد إن شاء الله، عيد الرياض عيدين إن شاء الله، يكون العيد كل سنة أفضل من اللي قبله. شكرا لك دكتور إبراهيم الدجين وكيل الأمين للخدمات في أمانة منطقة الرياض. شكرا لك. مشاهدينا ما زلنا معكم نتابع تغطيتنا لعيد الرياض وعيد الرياض عيدين من خلال تواجدنا في منتزه الملك عبدالله وبالتحديد من أمام النافورة التفاعلية. فاصل قصير نطلع احنا وياكم، بعده حنشوف كيف العيد في جدة وكيف فعاليات العيد في جدة مع الزميل صبري باكسير. ابقوا معنا. بلد خيرك على العالم. مشاهدينا من جديد في تغطيتنا المستمرة لفعاليات العيد هنا من منتزه الملك عبدالله بالرياض ومن أمام النافورة التفاعلية. يمكن شفتوا اللقطات الخاصة بروتانا خليجية بالطائرة الهيليكوبتر لتوضح لكم جمالية هذا المكان اللي حنا فيه منتزه الملك عبدالله. عموما من الرياض إلى جدة الفعاليات مستمرة في جدة وفي الدمام وفي كل مناطق المملكة فعاليات خاصة بالعيد. خلونا نروح لجدة عروس البحر الأحمر، ومثل ما يقولون دائما جدة غير وعيد جدة غير، والسنة هذه يمكن سموا عيد جدة عيدنا عيدكم. مع زميلي صبري باتشي. صبري كل عام وانتم بخير. أترك لك الصورة والصوت، حياك الله. أترك لك الصوت والصورة وتدير الحوار مع ضيوفك وتعطينا أهم الفعاليات الموجودة عندكم في جدة هذا المساء. شكرا خالد وتحية لكم في الرياض. هذه المرة من البر للبحر، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين على شاشة روتانا خليجية في بث مباشر وحي وخاص
نغطي من خلاله فعاليات مهرجان عيدكم عيدنا الذي تنظمه أمانة مدينة جدة على امتداد عروس البحر الأحمر. حقيقة لو كنت معايا هنا خالد والسادة المشاهدين بتشوف الأجواء، الجو جيد اليوم إلى حد ما، أفضل من أمس. فعاليات تنتشر في كافة مدن العروس، مجموعة من المناطق اللي حفلت بمختلف الفعاليات اللي حنتعرف عليها اليوم، ويمكن اليوم نلقي الضوء على تقييم الأمانة في إدارتها لجس النبض عن أول يوم من الأعياد عيد الفطر المبارك اللي كان عنه. كيف كان مستوى الفعاليات؟ كيف كان حجم تفاعل الجمهور؟ أرحب في هذه اللحظات بضيفي الأستاذ محمد اليامي، وهو المتحدث الرسمي باسم مهرجان عيدكم عيدنا. أهلا فيك أستاذ محمد، وكل عام وأنت بخير. أهلا فيك أخوي صبري وبروتانا خليجية وبالأخوة المشاهدين، وأنا سعيد في هذا العيد وبسعادة جميع أخواني وأخواتي في عيدكم عيدنا إن شاء الله. حقيقة في البداية أستاذ محمد أنا أبغى أسألك، اليوم انتهى، نحن في اليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك، في ضغط وفي زحام وفي توافد كبير جدا في منطقة الفعاليات اللي نحن فيها الآن في أبحر، لكن بشكل عام بما أنك المتحدث الرسمي للمهرجان، كيف تلمسون أصداء اليوم الأول الأحداث اللي صارت؟ والله الحمد لله، يعني كان بالعكس اليوم الأول متوقع، طبعا تعرف زي العادة أن اليوم الثاني يكون أكثر من اليوم الأول، كان خطة الاستعداد لهذا الشيء أكثر. طبعا اليوم الأول الحمد لله من صباح العيد كانت فعاليات في المصليات، توزيع الحلويات، توزيع الكتيب المهرجان، الحقيقة كان العمل على أعلى مستوى من التنظيم، ما في شك أنه كانوا يعني يمكن هذه نتيجة استعدادات مسبقة، سواء لجنة الفعاليات، متابعة الحقيقة معالمين جدا الدكتور هاني، حقيقة متابعة الحقيقة بالثاني وبالدقيقة، الحقيقة يتابعنا في كل عمل، في لجنة الحقيقة مكلفة، هي لجنة متابعة الفعاليات لرصد أي سلبيات حتى يكون في تلافي لها، سواء أثناء المهرجان أو بالنسبة إن شاء الله للمهرجانات القادمة، إلى جانب الحمد لله تعاون حقيقة الإدارات الحكومية مدينة جدة، وأنا أعتقد أنه كان في يعني شراكة حقيقية فعلا بيننا وبينهم، وفي تعاون وتنسيق مستمر أثمر الحقيقة أنه الحمد لله لم يكن هناك تسجيل أي شيء يعني نعتبره يعني الحقيقة يأثر علينا في المهرجان، يوم ناجح الحمد لله بكل المقاييس. نعم. وأتمنى بإذن الله، يعني هو هدفنا كله أنه يكون الجميع سعيد، والكل يكون الجميع الحقيقة مبسوط من هذه الفعاليات. خلينا أسألك أستاذ محمد، اليوم بدأت أول المسرحيات، يمكن في مجموعة من المسرحيات، إن كان في الغرفة التجارية، وإن كان في مسرح برج الرغام التابع لأمانة مدينة جدة، وإن كان حتى في النادي الأدبي، هل في تفعيل آخر غير المسرح فعاليات خصوصا توجه للطفل أو للأسرة؟ نعم طبعا احنا يمكن مسرحية الطفل، عندنا مسرحية الطفل في الموقع هذا، يمكن نعم نحن سامعين الصوت عالي اليوم لمسرح الخيمة اللي فيها مسرحية، لكن احنا طامرك بالنسبة للمسرحيات احنا يعني حريصين في عملنا، يعني احنا نستطيع ان ننتشر ويمكن نعتمد فعاليات كثيرة وكذا من ضمنها المسرحيات، لكن احنا ندقق في قضية الجودة في العمل والاتقان. بطبيعة الحال العمل المسرحي تعرف له نصوص أدبية وله ناس، نعمل على إجازات نأخذ النصوص اللي تكون مجازة من الجهة المسؤولة هي وزارة الإعلام، ونعتمدها على تكون هاتفة أساسا، وبالتالي نجيز عرضها ونتم يعني نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونقول هذه المسرحية أصلا، لكن احنا نتمنى أن يكون منتشر أعمال كثيرة كتشجيع وكدعم للعمل المسرحي والثقافي. وين الشباب سيد محمد دورهم في هذه المنظومة من كرنفالات الفرح اللي صارت؟ والله يعني نحن ملاحظين فيه للأسرة وللعائلة، الشباب قاعد يتابعون أكيد، إيش فيه للشباب؟ أي لمعلوميتك طول عمر الأمانة جدا يمكن هي ما أدري إن شاء الله أكون إحنا لنا السبق، يعني إحنا بدأنا يمكن في أول العام الماضي عملنا مهرجان سمينا مهرجان الأمانة للشباب. نعم. وكل الفعاليات كانت من واقع أخذناها من توصيات ورش عمل للشباب أنفسهم، مش إيش رغباتهم. خلينا نتكلم على هذا العام. هذا العام طبعا هو العيد، إحنا تعرف العيد مفترض إن إحنا نلبي رغبات الشرائح كلها. نعم. كافة أفراد الأسرة والشباب طبعا لابد أن يكون لهم، إحنا اعتمدنا فعالية واحدة اللي هي موجودة في الموقع هذا، وكان اليوم اللي بدأت وإقبال حقيقي كبير شفناها قبل شوية، وهذه الحقيقة نعم هواية السيارات المعدلة وكذا، هذه الفعالية يمكن تقريبا الوحيدة الآن للشباب،
أعتقد أنه إن شاء الله بإذن الله في إجازة قادمة وما أبغى أكشف عن المفاجأة حيكون في مهرجان كامل للشباب متنوع الفعاليات بإذن الله. طيب أنا أستاذنك برضو, نحن يمكن خلفنا المسرح مسرح يستسع لخمسة آلاف شخص تقريبا, والمنطقة هذه في حديث كان أنه تحول إلى أحد المسارح هذه, يعني أحب أقول هي ثلاث مسارح. نعم الشباب كانوا قبل شوي يقولون يمكن أمس حتى نقلوا صور للموقع اللي نحن فيه. هل هناك نية أنه هذه المنطقة تتحول إلى مركز دائم للمفعاليات والمناسبات بحيث تجهز مثلا بطريقة أفضل؟ بإذن الله زي ما قلت لك, يعني الآن في لجنة عندنا في الأمانة, لجنة متابعة وتقييم وتسجيل كل الملاحظات, ونعتمد الحقيقة أيضا على رغبات السكان والزوار, لأن هذا الشيء منهم إليهم إن شاء الله. لكن طبعا فيما بعد إن شاء الله حيكون في التخطيط, وإنه حيكون في عمل لبنية سياحية كاملة بكافة مدينة جدة. نعم. يعني ليس يقتصر الأمر على هذا الموقع, لكن أيضا الحدائق العامة عمل كبير بيصير الآن على مستوى الحدائق العامة, سواء بالنسبة يتعلق الساحات المفتوحة مساحات كبيرة حتى يكون نعم. هناك في توزيع أيضا للفعاليات السياحية في كافة أحياء مدينة جدة, سواء حتى الأحياء اللي في جنوب جدة. نعم. شرق الخط السريع, هل كان في شيء للأحياء؟ والله المفترض إحنا عندنا حديقتين في جنوب جدة, حديقة فيصل وحديقة الأميرة, هذه الحديقتين يمكن نتاج شراكة مع مجالس بين الأحياء, بين القطاع الخاص نفذ القطاع الخاص. نعم. ولكن نتاج مسؤولية اجتماعية كانت بيننا وبينهم, وعمل رائع جدا في جنوب جدة. شرق جدة الآن إن شاء الله بإذن الله, طبعا في مركز أبرق الرهان يعتبر شرق مدينة جدة. نعم. في مسرحية هناك. نعم. لكن إن شاء الله نطلع إن شاء الله بالمستقبل حيكون الموقع مهيئ أيضا في شرق مدينة جدة يخدم منطقة الشرق. وزي ما قلت لك إن شاء الله الحدائق كثيرة اللي حتفتتح, خاصة المساحات المفتوحة الكبيرة, هي مساحات كبيرة. حديقة يمكن في قلب جدة اللي هي حديقة الأمير ماجد, إن شاء الله بعد إجازة العيد حنعلن إن شاء الله عن مشروع كبير, هو مشروع للمواطنين, مساحات مفتوحة. نعم. يكون في تنسيق في موقع يمكن يبلغ مساحته 200,000 متر مربع. طيب أنت ما شاء الله كمان أستاذ محمد, يعني كمان أنت مسؤول عن مشرف المسؤولية الاجتماعية في أمانة مدينة جدة, وكمان الخدمات الإلكترونية. أنا أعتقد أنه في من ضمن الفعاليات في شيء إلكتروني, قدمتوا شيء من هذا النوع؟ خدمات الكترونيه قصدك؟ فعاليات الكترونيه. فعاليات الكترونيه يمكن هذه يمكن تعتبر يمكن الجزء الرئيسي من فعاليات الشباب العديد, لانه تعرف في مجموعه من الفعاليات الالكترونيه هي مستهواه من الشباب. فان شاء الله بمسابقات الفعاليات القادمه من مسابقات البلاي ستيشن والاشياء هذه حتكون باذن الله ضمن مهرجان الشباب القادم اللي حتنظمه الامانه. فيما يتعلق لاشرت لها الخدمات الاجتماعيه, انا الحقيقه بتطرق الى 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 جهة الاحتياجات الخاصه. نعم. الان معالي الامين في رمضان, يمكن في رمضان شفت في كذا حفل حدث كان موجود في معالي, واعلن عن, عن عن الان افتتاح 3-4 حدائق مخصصه للاحتياجات الخاصه. جميل. سواء بالنسبه لجميع الوسائل اللي تساعدهم للتحرك في هذه الحديقه, او بالنسبه للاشياء اللي تناسب وضعهم والعابهم وممارسه الرياضه. هذه ايضا ضمن برامج المسؤوليه الاجتماعيه ان شاء الله في الامانه. طيب خلينا اختم معك استاذ محمد واسالك سؤال, هل في ارشاد سياحي في اخر دقيقتين يمكن نتكلم, هل في ارشاد سياحي فيما يتعلق اليوم انا ابغى اشوف وين اقرب منطقه؟ جدا مزحومه طوال الفتره, وفي العيد تكون اكثر. صحيح. بتوجهوا هذه الخدمات انه مثلا ممكن ترشدوا اي شخص فين اقرب فعاليه له؟ والله يعني الحقيقه في فريق كامل في 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 السوشيال ميديا قائم على جميع المواقع اللي في موقع على موقع الامانه, القنوات اللي موجوده تويتر الفيسبوك كلها, وهذه على مدار الحقيقه الثانيه, ما بالغ لك لو اقول لك اني انا على مدار الثانيه تصل الاخبار للناس. احنا في استثمار جيد لوسائل التواصل الاجتماعي في التعريف والتعليم, اضف الى ذلك نسبه عندنا 940 رقم مجاني معروف للجميع ومتاح, ممكن الاتصال في اي وقت واستعلام عن اي معلومه تتعلق بالفعاليات او الخدمات او حتى البلاغات, الى جانب انه الان تستطيع الكترونيا الان من خلال جوالك الشخصي. نعم. سواء بلاغ او استكشاف المستكشف الجغرافي, تحدد موقعك وتقدم البلاغ بدون يعني الاسعار محطوطه ضمن هذه البلاغات المبالغه في الاسعار؟ لا هذا مو دور الامانه طبعا. نعم. يعني لابد ان كنا نوضح. نعم. الموضوع. نعم. هذا وزاره التجاره دورها. احنا دورنا تقديم جميع الخدمات للناس. شاكر استاذ محمد اليام المتحدث الرسمي باسم مهرجان عيدكم عيدنا. اكيد الان اعزائي المشاهدين نذهب الى فاصل ثم نعود الى الرياض. خلصنا.
حمار يا دارنا يا قبلة المسلمين، حمار يا دارنا يا قبلة المسلمين، مهبط كتاب الوحي على الرسول الأمين، مهبط كتاب الوحي على الرسول الأمين، وقف ثريا ترى مكتوبة في الجبين، يا أرض نور وذهب يا أرض دنيا ودين، يا هلا فيكم من جديد مشاهدينا الكرام. ما زلنا معكم في تغطية احتفالات العيد هنا في الرياض، وبالتحديد نحن من منتزه الملك عبدالله ومن أمام النافورة التفاعلية. طبعا من ضمن الأنشطة والفعاليات اللي قاعد تقيمها أمانة منطقة الرياض هي العروض المسرحية. هناك ثلاث عروض مسرحية في جامعة اليمامة وكذلك في مدارس المملكة وفي جامعة دار العلوم. تبدأ هذه العروض المسرحية بمشاركة طبعا نخبة من الممثلين، ممثلي التلفزيون والمسرح، تبدأ الساعة 10:00. الجديد يمكن لأول مرة في عيد هذه السنة أنه في مسرحية من نوع آخر، مسرحية أبطالها مو بناس مبصرين بل مكفوفين. الجمعية أو الجمعية المكفوفين بمنطقة الرياض كفيف يعطيها العافية، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض أقاموا مسرحية أبطالها من المكفوفين. حنا يوم أمس كان ربما العرض الأول لهذه المسرحية، فريق من فريق العمل في البرنامج قاموا بزيارة لمدارس دار العلوم اللي تقام فيها هذه المسرحية، وسوونا تقرير عن هذه المسرحية وعن الأدوار الجميلة والحضور والتفاعل اللي كان موجود مع المكفوفين في أدوارهم اللي جسدوها في هالمسرحية. إذا كان تقريرنا جاهز خلونا نتابع هذا التقرير في البداية عن هذه المسرحية وأجواء هذه المسرحية وكيف المكفوفين قاعدين يأدون أدوار مميزة. نتابع. الكل سعيد يا حلاوة مع عم سعيد يا حلاوة ويا حلاوة العيد يا حلاوة من مال جديد. إن لدي بضاعة من بيع. نعم نعم تفضل تفضل، هنا 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 المحل، هنا ما رأيك محل جميل أليس كذا علي؟ نعم 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 نعم. لكن لكن ماذا تبيع أنت في هذا المحل؟ إنني لا أبيع الأشياء التافهة كالحليب والماء والدواء. ها الكفيف في المسرح زيه زي أي شخص، يعني تعتمد أول شيء على الموهبة. إذا كان للشخص الكفيف موهبة أنه يتعامل مع المسرح راح يقدر يتعامل معه بشكل صحيح وبشكل فني متطور ومتقدم متى ما تلقى التدريب المناسب والرعاية الكريمة من أي جهة دائمة. فيما يخصنا إحنا يعني الحمد لله بدايتنا كانت بحب للمسرح، والحمد لله توجت بدورات تدريبية دخلناها سابقة في تابعة لجمعية الثقافة والفنون، وتكلت الحمد لله بعدد من المسرحيات هي اللي خلتنا نتعامل أكثر وأكثر من المسرح ونحب هالخشبة ونقدر نعطيها حقها، وهي إن شاء الله تعطينا حقنا يا رب. أنا أول شيء تجربة أو وجهة نظر الجمهور والحضور فالفعاليات اللي ما كانت قبل العيد أو كظهور المكفوفين في الرياض على المسرح كان الجمهور غير مصدق، وكان يعني يحس ان نلعب عليه او ان قاعدين نمثل داخل تمثيل برضه، فهمت علي؟ لكن الحمد لله يعني لما يشوفونا في الكالوس لما يشوفونا نتحرك بعد المسرحيه ويصدقون الحمد لله ويتيقنون ان اللي كانوا على الخشبه سابقا مكفوفين. ما احتاج من الجمهور التعاطف ابدا، بالعكس التعاطف يمكن ما راح يقدم لهم شيء، احتاج اذا كانوا فعلا يستاهلون التشجيع والتصفيق يصفقوا لهم، لأنه فعلاً هم أنا ما ودي نميزهم عن الآخرين، وهذه النقطة المهمة اللي أنا حقيقة أنا عزفت عليها في عمل الإخراج. أنا أول ما بدأت أشارك معهم في إخراج العمل المسرحي كنت أتوقع أني بواجه إشكالية، لكن حقيقة وجدت لديهم ما وشفت عند النجوم الآخرين المبصرين اللي شاركوا معي في أعمال مسرحية ونجوم كثيرين، فهذا الشيء زرع فيني التحدي أن أشوف ماذا لديهم. لحظة لحظة لحظة. نعم يا أخي لا أبدأ بساطة قوية، أنتم مشكلون الله حالة أنا بعدي. دكتور نباتة ونروح المدينة ونزور نبينا ونروح المدينة ونزور نبينا ونزور نبينا ونزور نبينا يا
قبلة المسلمين يا دارنا يا قبلة المسلمين مهبط كتاب الوحي. تابعنا هذا التقرير عن المسرحية اللي اتمنى الحقيقة أن يكون فيه دعم للمكروفين من خلال حضوركم مشاهدينا لهالفعالية اللي تقام في مدارس دار العلوم ومسرح مدارس دار العلوم هنا في الرياض. للحديث حول هذه المسرحية ومشاركة المكروفين في احتفاليات أمانة منطقة الرياض يسرني يكون معي الأستاذ خالد الناجم وهو مسؤول العلاقات العامة في جمعية المكروفين السعودية هنا في الرياض، وكذلك سيكون معي أنا أقول الفنان خالد الخيراني وهو ممثل مكفوف من ضمن المشاركين في هذه المسرحية. أستاذ خالد حياك الله معنا، كل عام وانتم بخير، مبادرة جميلة ويعطيكم ألف عافية نشوف مشاركة للمكفوفين في هالعيد، كيف تصف هالمشاركة؟ طيب بداية أنا أمسي عليكم بالخير وأقول لكل العاملين في روتانا وكل من يراني الآن عبر روتانا الخليجية كل عام وأنتم بخير وكل عام وعيدكم أجمل إن شاء الله. هذه السنة ضمن فعاليات الأمانة بعيد الفطر كان هناك فعاليات بالتعاون مع جمعية المكروفين الخيرية بالرياض، قدمت خلالها ولا تزال تقدم لأن فعالياتنا 3 أيام، ستقدم خلالها إن شاء الله مسرحية أبطالها مكفوفون، وهناك أيضا فعاليات مصاحبة، عندنا ستاند أب كوميدي لنجوم محمد علي والدكتور نايف فايز، أيضا عندنا نجمين من المكفوفين يخوضان تجربة ستاند أب كوميدي لأول مرة، هما أيضا من الطاقم المسرحية، إضافة إلى عندنا أيضا مشاركات إنشادية وسحوبات لحضورنا الذين جادوا علينا بوقتهم. أمس كان عرضنا الأول وكان الحضور قياسا على أن التجربة هي الأولى، كان الحضور جيد، كان هناك تفاعل، واليوم إن شاء الله العرض الثاني وبكرة هو العرض الختامي لمدة 3 أيام، أيام العيد. نعم. الأول نعم. والثاني والثالث. نعم. جميل. طيب خالد خل رحب فيك، طبعا كل عام وانتم بخير، وجميل أن يكون منكم هالمشاركة الحلوة في العيد. كيف شفت تفاعل الحضور معكم، تفاعل الناس معكم في التجربة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أولا أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وأهني بالمقام الأول سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدي وسمو ولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، وأشكر الحضور حقيقة لأمس، لكن نريد دائما وأبدا التفاعل الكثير من الجمهور الحاضر دائما إلى مسرحيتنا. أدعو الجميع من هذا المنبر أنه لابد أن يحضروا ليروا المكفوفين في كل مسرحياتهم في كل فعالياتهم لتكون الفكرة أوضح وأوفر لكم مجتمعنا. جميل. خالد أنت مشارك في المسرحية، وش المشهد اللي تجسده في المسرحية ومشاركتك فيها؟ هو مشهد بسيط وعبارة عن كتقديم وما تقديم، أطمح أنا أن أكون مذيع حقيقة. أنت قلت قبل الهوى أنه أمنيتك أنك تكون إعلامي وأنك تكون مذيع على الشاشة، أنت ما شاء الله الحين يعني يمكن أفضل من كثير من المذيعين، فكيف تجربتك؟ كان دور أنك تقدم فقرة يعني كمذيع كان دورك ولا إيش؟ لا هي كفقرة بسيطة حب وضيوف يا ما إلى ذلك، وكان جدا تفاعل الناس جدا جميل، أشكر الجميع. لك تجارب سابقة؟ نعم قدمت عدد من الفعاليات، ما يقارب 5 فعاليات مدرسية وغير مدرسية، يعني الحمد لله أرى الناس حقيقة تتفاعل معي، أشكر كل من يعني ما يعني اللي يقول لك أنت متميز أو أنت أحسن واحد، هذا يعتبر إنسان جامل، لكن حينما يقول لك أنت أخطأت في الشيء الفلاني ما يحسسني إني أول شيء فيني حسسني. جميل جدا، وبالعكس أنتم عاديين وأنتم جزء منا وفينا، وبالعكس يعني أنا مع المقولة اللي تسمى أنهم ذو قدرات خاصة يعني مش ذو احتياجات خاصة. خالد هالتجربة يمكن بعض الناس توقع أنه المبصرين هم اللي يجدون الأدوار المسرحية، لكن كان في رد مميز من يعني حنا شفنا مقاطع قبل شوي من هالمسرحية، حتى في حس كوميدي موجود عند يعني عند المشاركين فيها، فتوقع كان رد واضح على خشبة المسرح. أكيد هناك اعتقاد عند كثير من الناس أن صلة الكفيف بالمسرح خاصة، طبعاً بالفنون عام وبالمسرح خاصة، انقطعت بمجرد فقد البصر. ليش؟ لأنه المسرح فن بصري، لكن أردنا أن نقلب هذا الاعتقاد، ليس بأنه والله بالمحاضرات أو بالكتب أو بالمؤلفات، لا المكفوفين قادرين، لا المكفوفين يستطيعون، لا
أردنا أن نقدم تجربة عملية واقع ملموس. فقام مجموعة من الشباب دورة مسرحية مع جمعية الثقافة والفنون، دورة وقدمت للمبصرين. أنتوا سويتوا لهم دورة؟ لا، إحنا بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون ألحقناهم بالدورة. الدورة كانت مقدمة للمبصرين. في نهاية الدورة، طبعاً الدورات المسرحية في كل نهاية الدورة يقام عرض. العرض الذي يقيم في نهاية هذه الدورة شارك فيه أبنائنا اللي دخلوا الدورة، كانوا 6 شاركوا في هذا العرض. كان المسرح عادي، المخرج شخص مبصر ولم يسبق له التعامل مع المخوفين، النص عادي مكتوب بالخط العادي وموجه للمبصرين، ومع ذلك أبنائنا 6 استطاعوا أنهم يجتازوا الدورة ويشاركوا في العرض الختامي. بعد ذلك توالت مشاركاتهم، يعني كان لنا مشاركة في اليوم العالمي للمسرح ضمن احتفالية جمعية الثقافة والفنون بهذه المناسبة، قدمنا عرض مسرحي، طبعا هو نفس العرض اللي احنا نقدمه الأيام هذه على مسرح مدارس العلوم دار العلوم، قدمناه على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، واستطاع أن يخطف يعني إعجاب أساطين الفن الذين حضروا هذه المناسبة من مخرجين، من مؤلفين، من ممثلين، من نقاد. شافوا المخطوفين قاعدين يتحركون على المسرح بتلقائية، قاعدين يؤدون، ما هناك فرق، يعني لو أردنا أن نقارن ما هناك فرق بين الكفيف على خشبة المسرح والمبصر على خشبة المسرح. المسرح بعض الناس يعني خلينا نقول الدول المتقدمة تنظر إلى الفن على أنه ركيزة حضارية، نحن للأسف إلى الآن ننظر إلى الفن على أنه ترف حضاري. المسرح يعني كنت تقول انه حاجه ملحه ان يكون عندنا اهتمام ويكون عندنا مسارح ويكون عندنا مسرحيات. المسرح يفترض ان يكون خلينا نقول بصفته ابو الفنون هو ضروره. نحن للاسف الشديد بشكل عام نشوف انه المسرح لا، المسرح ترف، احنا نروح المسرح عشان نضحك وبس. المسرح في حق ذوي الاعاقه هو ضروره اكد منه في حق المسرحين. ليش؟ لانه من خلال المسرح أنت تعالج المعاقة، أنت تدعم ثقته بنفسه، أنت تعدل سلوكه، أنت تساعد وتعزز دمجه في المجتمع، أنت تصحح الكثير من المفاهيم الخاطئة التي انغرست في نفس المعاق نتيجة ممارسات أسرية خاطئة. وشفنا من الشباب من تغير بعد دخوله تجربة التمثيل في المسرح، تغير في سلوكه، تغير في مستوى توكيده لذاته، عطاءاته، تعبيره عن نفسه. عندنا واحد من الشباب كان يتدرب في الجمعية، يجي ياخذ دورات دروس، بعد ما دخل التجربة لا أصبح صوته مسموع، أصبح يعبر عن نفسه. اكتشفنا أنه هذا الشاب اللي كان ساكت يجي يحضر الدورة ويمشي، اكتشفنا أنه مهندس صوت، اكتشفنا أنه عازف أورج وكفيف. فبالتالي يعني اكتشفت مواهب كانت مدفونة. هو عبر عن نفسه لأنه خلاص الحاجز اللي بينه وبين الجمهور اللي بني من خلال ممارسات تربوية خاطئة انكسر من خلاله. جميل. طيب خالد، يعني خليني أختم معاك خالد، لما تشوف تفاعل الناس معاكم والجمهور يصفقون لكم على هالأداء المسرحي المميز، أكيد إنه في يعني يعطيكم دافع للأمام، وربما يعطيكم حافز إنكم تقدمون أكثر وأكثر. أبيك توصف لي هالشعور باختصار. حقيقة لا يوصف الشعور، ترى وناس أمامك يعني تقريبا مئات يعني حضروا لأجلك أنت، فأنت اليوم فرحان شفقة، لكن نريد التفاعل أكثر، لا نريد شفقة أو شيء آخر، فقط مثل ما قال زميلنا الأستاذ المخرج خالد الباز في التقرير، نريد التصفيق والتفاعل. جميل. خالد، آخر شيء معك بسؤال، وشو منيتك إن شاء الله بإذن عقب التجربة ولك تجارب سابقة في التقديم، وشو منيتك إن شاء الله خلال الأيام القادمة؟ أنا والله من هذا المنبر أمنيتي وأناشد كل من له مجال في الإعلام أن أصبح مذيعاً أو إعلامياً في أي قناة أو إذاعة تلفزيونية، لأن هذا طموحي ولابد أن أحققه مهما نفعل. جميل. أنا لك توفيق، ما شاء الله مبدع، يعني متحدث ما شاء الله عليك جيد، وتملك أدوات إن شاء الله المذيع القادم. بالعكس أنا يوم الأيام بحسك بشوفك معي إن شاء الله بإذن الله، يعني قاعد تقدم. أتمنى لك توفيق خالد. خالد الخبراني هو أحد المكوفين المشاركين في المسرحية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك كذلك منصور أخونا خالد الناجم، مسؤول علاقات العامة في جمعية المكوفين الخيرية كفيف. أتمنى أن تكون هالفعالية والمسرحية على مدار العام إن شاء الله، مش بس في العيد، خلوكم مستمرين اللي بيقدمون لنا هالمبدعين بوجه آخر غير الوجه الناس اللي يمكن الناس يعرفون عنه. إن شاء الله إحنا أوقدنا شمعة، فبندعم الجميع. أنا بيها تطفى هالشمعة، تحول هذه الشمعة إن شاء الله إلى شعلة. جميل. شكرا لكم، شكرا لروتانا خليجية وهي شهادة حق
انهم دائما يدعموننا في انشطتنا وفعاليتنا لخصوص المخصصين خاصه وذوي الاعاقه عامه وليلتهم دائما. شكرا شكرا لكم يعطيكم العافيه. مشاهدينا ما زلنا معكم في احتفاليتنا بالعيد من مدينه الرياض وكذلك الى جده، لكن خلونا نطلع فاصل قصير بعد نعود الى جده غير ومع زميلنا صبري بعد سيف. باليمين حبدا محمد مجدي القاضي اين سولف عن اغلى بلد خلي السوالف تزين عن ارضنا نبضنا عن شوقنا والحنين عشوقه وعاشقين أما بعد يا بلد عن الشكر عاجزين. يا هلا فيكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم مع العيد وفرحة العيد وتغطيتنا لاحتفالات العيد هنا في الرياض وكذلك
في جدة. عيدنا عيدكم هو العنوان الرئيسي لعيد جدة، فعاليات العيد هناك. أنتقل بكم مع الزميل صبري بادسر وضيوفه اللي بيحاورهم في ليلة العيد. إليك يا صبري. تفضل صبري، تسمعني؟ مع تفضل صبري. صبري ايوه معك. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى من هنا من أرض الفعاليات في جدة، وتحديدا الواقعة في أبحر. مستمرين في نقل وقائع مباشرة جدا من مهرجان فعاليات عيدكم عيدنا الذي تنظمه أمانة مدينة جدة. في هذا اللقاء المباشر سنتحدث عن المسرح والمسرح ومسارح العيد الذي هي إحدى فقرات فعاليات عيدنا عيدكم الذي تنظمه الأمانة كما ذكرنا. ضيوفي هم الكرام أستاذ محمد الزهراني الفنان القدير، أهلا وسهلا فيك، كل سنة وأنت طيب أستاذ محمد. وأيضا مخرجنا القدير أستاذ خالد القاضي، أهلا وسهلا، كل عام وأنت بخير. نبدأ معاك أستاذ محمد، عفوا أستاذ مجدي القاضي. أستاذ محمد، خلينا نتكلم بس في البداية، نتحدث عن مسرح العيد. نحن ما نشوف المسارح في السعودية إلا تقريبا في مهرجانات العيد، ليش؟ هذا السؤال الأول يمكن يفرض نفسه. أول شيء كل عام وانتم طيبين، ومشاهدي روتانا الخليجية الحلوين في صحة وعافية إن شاء الله. والله شوف، احنا عندنا مشكلة في الحركة المسرحية، دائما هي تسير كما تسير السلحفاة، يعني بطيئة جدا. لكن احنا متأملين خلال الفترة القادمة إن شاء الله خير، في ظل يعني هيئة السياحة وتعاونها مع أمانة مدينة جدة والدعم الموجود، يعني نقول إن شاء الله أنه الفترة الجاية يكون في حركة مسرحية أكبر وأشمل لكل مناطق المملكة وليس فقط جدة، لأنه يهمنا احنا ظهور المسرح وبزوغه بشكل أقوى بإذن الله. بعد غياب يظهر محمد الزهراني على المسرح هذه المرة في العيد وعلى الرصيف. تكلمنا شوية عن الرصيف اللي أعتقد حتبدأ أول عرض لها غدا إن شاء الله. بكرة إن شاء الله. مسرحية على الرصيف هي بطولة الزملاء حقيقة، الأستاذ مجد القاضي والأستاذ عمر الديني ومحمد الفيفي وبدر المطرفي. تأليف وإخراج فهد الأسمري، أيضا مشاركتي معهم. هي تأتي بعد توقف حوالي 10 سنوات على المسرح. نعم. حقيقة يعني وجدنا دعم كبير من أمانة مدينة جدة، وحثونا على أن احنا نحرك المسرح في جدة، وعندنا مسرحية على الرصيف إن شاء الله بكرة حتبدأ فعاليتها على الغرفة التجارية. نعم. نتمنى من كل الموجودين وكل المشاهدين انهم يشاركونا بكره. اكيد كل مشاهدي روتانا والان مشاهدي كثير في ان شاء الله الساعه 10 في جده تواقين لهذا النوع من الاعمال الفن. مخرجنا استاذ مجدي، البروفات الايام الماضيه كانت كل ما سالنا عليكم قالوا في ارض البروفات او قاعدين يعملوا بروفات، كيف مضت الاجواء؟ ايش الاستعداد اللي المفروض يصير في، يمكن احنا ما عندنا مسرح بشكل دائم، بيكون من فتره الى اخرى، كيف بتمضي اوقات البروفات؟ اولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وكل سنة وانتم طيبين، وكل ثانية وكل دقيقة والوطن العربي كله بخير وسلام ان شاء الله. دائما التحضير لعمل ما، لاي عمل التحضير لازم في البداية يعني نشوف نحن بالنسبة للمسرح عندنا قرأنا النص، اجتمعنا، عملنا ورش اكثر من ورشة على كتابة النص، اتفقنا على آراء معينة، حطينا يعني اتكالنا بعد الله على الأستاذ فهد الأسمري اللي هو مؤلف ومخرج المسرحية، وكنا نعمل بروفات تقريبا مكثفة في البداية عشان لأنه ما الوقت ما كان مسعفنا كثير، فكل يوم نعمل بروفة كل ما يطلع تطلع إفهات علينا زيادة يعني نضيفها على بنضيفها، لأنه تعرف دائما العمل الجماعي يكون حلو. فأول يوم ثاني يوم حتى بعد أحيان بين بروفة وبروفة تطلع عندنا إفهات أو يطلع عندنا شغل في حدود النص، في حدود المكتوب، لكن بشكل لائق يعني، والحمد لله
الحمد لله رب العالمين. بيصير في توأمة احيانا بين النجوم، يعني اللي بيوضع كاتب القصه من اللي بيحدد مثلا يقول الدور هذا ينفع له محمد الزهراني، هذا عماد اليوسف، هذا عمر الديني، هذا مجدي قاضي، كيف بتصير التركيبه هذه؟ وهنا تبدا اساسيات الورشه، ورشه العمل. يعني لما نقعد نحن نفرين او ثلاثه او اربعه ويتفقوا على رؤيه معينه في ورشه العمل، في ورشه العمل، فياخذ الكاتب او السيناريست اراء الناس الموجودين. مثلا والله احنا شفنا شخصيه معينه مثلا عمر الديني، الاستاذ عمر طبعا اختار له الاستاذ محمد وفهد اختاروا له شخصيه حلوه كذا، وهو نفسه لما شاف الفكره هذه حلوه بدا يفكر ويقول لا خلينا نعمل كذا ونعمل كذا، ويجي كلمه من هنا وراي من هنا. في الاخير يعني اسناد الدور او الشخصيه للممثل هي من عند المخرج المفروض انه هو بعد خلاص اوريدي هو عارف الشخصيات اللي معاه، نعم، فهو اللي بيثبت الدور لفلان او فلان، نعم. وبعدين بيني وبينك اثناء زي ما قلنا اثناء المسرح والتوأمة دي مهمه جدا اللي انت قلتها. يعني انا وعمر ومحمد يعني لنا سنين نحن مع بعض، فكل واحد عارف ايش ممكن يقول محمد، ايش ممكن يقول لي انا، ايش ممكن يحرجني في وسط المسرح. نعم بتصير، بس هذه بتصير وبتطلع حلوه. ايوه طبعا، مهين الحلاوه لانه في توأم على قولك، نعم، في اخاء، لانه العمل الناجح في الاخير ما يطلع الا ب ب الحب الجماعي. نعم. للعمل. نعم. أستاذ محمد، مسرح العيد في الرياض يمكن لهم فترة طويلة، ويمكن هم متقدمين في منطقة الرياض على جدة. اللي كنت أنا بأسألك هو وبخلاصة سريعة، كيف تشوف الفرق؟ والله شوف، إحنا دائما نسير على خط واحد سواء الرياض أو الشرقية أو جدة. فرقة الرياض إنهم أمانة الرياض في فترة من فترات كانت تدعمهم أول بأول، يعني في إثراء الحركة المسرحية. الآن أمانة مدينة جدة مشكورة ممثلة في معالي المهندس هاني براس، وأيضا المتحدث الرسمي للأمانة الأستاذ محمد اليامي كان معنا حقيقة. محمد اليامي أنا ودي أشكره شكر عميق والله. هذا الرجل إعلامي فنان رياضي بأمانة، يتحسس ويتلمس ما يريده، ساكن وزائر جدة، فأعطونا فرصة الآن. نعم خلاص، ارمى الكره في ملعبنا. يفترض انه احنا، نعم، الان نعيد الكره بشكل اجمل لهم ان شاء الله. نعم. ما ننسى دور ستيف سليماني ايضا، رجل ما شاء الله لا اله الا الله. يعني نعم، تمنينا يكون معنا مزيد من الوقت، ولكن كنا نعرج بشكل سريع على الفعاليات وخصوصا المسرح بما انكم نجوم. استاذ محمد الزهراني شكرا جزيلا لحضورك، وكل عام وانت بخير. طيب. مخرجنا العظيم استاذ مجدي القاضي شكرا جزيلا. ننتقل الان من البحر الى البر واليك خالد في الرياض لنعرف المزيد في أهل العيد. شكرا لك صبري، وشكرا لضيوفك الموجودين معاك، وكل عام وانتم بخير، والحمد لله الفعاليات مستمرة عندنا هنا في الرياض وعندكم في جدة، وكذلك أتوقع في الدمام وكل مناطق ومدن المملكة. الحمد لله هناك احتفالات كبيرة ومتنوعة تقام في أيام العيد، والحقيقة الجميل في فعالياتنا منوعة، والأجمل كذلك أنها تستهدف جميع الفئات، الأطفال والشباب والأسر، كل حسب اهتمامه وحسب المجالات اللي هم يحرصون عليها. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام هنا من الرياض، وعندنا حقيقة فقرة يعني جميلة يمكن نختم فيها بوجود حقيقة يعني الشاعر الجميل معنا سطام الشلفان، سيكون معنا إن شاء الله، وكذلك الفنان المبدع محمد طاهر. يمكن أجواء العيد جميلة، أنا رحب فيكم يا أهلا وسهلا فيكم معنا في شاشتكم روتانا خليجية. محمد، بعد يعني أربع عيد واختفيت كثير، يمكن يعني وصار لك يمكن مشاركات، وصار لك يمكن بعض يعني الأغاني السينجل اللي طلعتها، كثيرين يسألون وين رحت؟ أنا بعد أربع عيد الموجود ما اختفيت، يمكن بس في أشخاص يمكن ما صارت تتابع، تعودت تشوفني في الشاشة على طول يعني خلال فترة البرنامج، بس أنا ما اختفيت. نزلت بعدها سينجل اسمه طيب وحبوب للكلمات شاعر صالح الريان والحان الفنان راكان، والآن قاعد أشتغل أعمال جديدة إن شاء الله خلال الأسبوعين نكون منتهي منها، في أغنية اسمها مثل ما أنا أو سماها شاعرها المعدن. جميل. كلام الشاعر الجميل فهد المعجل والحان الملحن الكويتي محمد بودلة، ان شاء الله خلال الاسبوعين هذه تكون، هذه يعني قريبه ان شاء الله، هذه قريبه ان شاء الله بنسمعكم. طيب خلينا نستفتح يعني حبيب. نستفتح باغنيه من اختيارك. والله تامر، نسمعكم المعدن. جميل، هذه حصريه كويس ان شاء الله. ترجمة
مثل ما لا شوفني رحت ولا جيتني أنا قلبي من ذهب ما يتغير معدني مثل ما لا شوفني رحت ولا جيتني أنا قلبي من ذهب ما يتغير معدني أزعل وأرضى وأحن للوفا عندي ثمان ما يغيرني الزمان ومرخص اللي حبني أزعل وأرضى وأحن للوفا عندي ثمان ما يغيرني الزمان خصوصي حبني. الله الله ما شاء الله تبارك الله، يعني صوت جميل. الله يسلمك. يعني اقول حرام انه فعلا تاخرت كثير، يعني في مساله اتوقع انه عقب الربايد يقول لك يعني ما قال يعني مشاركات اكثر واكثر، لكن كويس انك ترجع ان شاء الله من الاغنيه وغيرها من الاغاني. ان شاء الله ان شاء الله ننتظر البومك ان شاء الله باذن الله. الله يعطيك العافيه. طيب سلطان مرحب فيك، كل عام وانت بخير. وانت بصحة. مبسوطين عنك. الله يطول عمرك. ما شفناك سلطان. خليني ببدا سؤال كذا على طول في المواجهه. اسم من عقب ما تزوجت صار يعني سواء ظهورك الاعلامي مقل، وش اللي تغير عقب الزواج؟ والله انا ما احس انه يمكن من ناحيه الظهور الاعلامي انه هو السبب اللي قصدته انه يكون وراء الواحد يكون عنده عزوف شوي عن الحضور الاعلامي، يمكن اشغال ثانيه، لانه قبل يمكن ما اتزوج انا فتره بسيطه يمكن سنه كذا يعني صار فيه توقف عن الظهور الاعلامي، يمكن السبب كان انه ما في جديد، بس يمكن يجي بعده جديد يكون السبب اللي الحقيقي زي ما تفضلت انت هو عدم وجود الرغبه الحقيقيه، يمكن في عدم وجود طوله بال، يعني العمليه يبغى لها طوله بال اكثر، ناهيك انه الزواج ما هو سبب رئيسي ولكنه سبب داعم، يعني لان الواحد يكون عنده يعني شويه بالذات الكسول، يعني ازداد الكسل عندها اكثر، لكن كسبب رئيسي ما كان هو حقيقه. طيب السبب الرئيسي سلطان مشتاقين ودي نسمع لك شيء، يعني اذا كان بالامكان سمعنا احد نصوصك. الله يطول عمرك. والله انا ما كنت صراحه يعني ما عندي ترتيب اني اول شيء اقول كذا وبعد اقول، لكن اللي طرت على بالي. طيب. هذه يقول مالوم قلبك يصد ويخلف احساسي من قبل اشوفك وظني دوم يتخيب، متى اساسا انا قطحت متواسي، الغدر جاء من بعيد وجاء من قريب، وشلون الومك وانا اللي ربعي وناسي، كل ما تجملت فيهم قالوا حبي، ولو كاس زمن شربته شكوا في كاسي الا يلاقون فيني شيء يتعيب، اقيس مقياس طيب الغير بقياسي ويا كثر ما شفت طيب ما طلع طيب، اقيس مقياس طيب الغير بقياسي يا كثر ما شفت طيب ما طلع طيب، طيب ما طلع طيب، ويا ما تجملت في ناكر ومتناسي، والطيب في ذمته لان ذال يتغيب، وما حد تجمل معاي الا شعر راسي اللي بعد كل هالسكات ما شيب، روح وانا بكتم العبرات بانفاسي، من تو الانسان عشم فيه ويخيب. سلامتك. جميل. صح لسانك. صح لسانك. محمد ارجع لك، البرامج مثل الربايدل وغيرها البرامج اللي تبرز مواهب حقيقة مميزة، وشفنا عندنا مواهب سعودية حقيقة كثيرة، أنا أتكلم بالتحديد على موضوع يعني مجال الغناء، يعني وش تضيف مثل هالبرامج؟ هل هي بس تخلي الجمهور يعرفك؟ لا. وبعدها فعلا يمكن تبدأ أنت مسيرتك بنفسك؟ هذه تضيف لك ثقافة جديدة أصلا، أنت لازم تثقف، أنت مو معقولة مطرب بس يغني كذا ما يقابل جمهور، ما يوقف مسرح، ما يعرف كيف يتعامل مع فرقة موسيقية كاملة. هذا كله يعني شيء تضيف لك البرامج. جميل. طيب خليني بس ابعد على الفن، احنا في منتزه حلو الحقيقة، انت شفته يعني قبل الهواء قاعد تسولف، تشوف الاجواء الجميلة الموجودة فيه، كيف تشوف احتفالات العيد عندنا هنا بالرياض؟ والله بيني وبينك احنا قبل يعني الشباب اكثر شيء دائما في الاعياد او المناسبات او الاجازات العطل تلقاهم يسافرون برا، احنا مو متعودين نشوف الاجواء هذه داخل السعوديه. انا اليوم استغربت يعني اني اشوف اجواء مره حلوه، اشوف فعاليات حيل جديده، يعني اشوف النافوره هذه اللي عندنا. حلو. نافوره
ترى النافوره يقدرون يبرمجونها على انغام على العود عندك. طيب خلينا نسمع يعني من ذوقك كذا واختيارك اغنيه ثانيه. اتوقع الناس يبون يسمعونك اكثر من انه يعني يتابعونا ولا يسمعونا. تمام حبيبي تمام. بيات الجو بيات الصوت اقصد دام احنا في الرياض نقول سيد الرياض طبعا يسمعك عندنا حق عزم الطيان يعطيه العافيه. قبل اعرفك كنت انا حب الرياض قبل اعرفك كنت انا حب الرياض من عرفتك زاد انا حبي لها من عرفتك زاد انا حبي لها يلي وجهك زادها نور وبياض يلي وجهك زادها نور وبياض صرت احس انك حبيب انوارها صرت احس انك حبيب انوارها وقبل اعرفك كنت انا احب الرياض من عرفتك زاد انا حبي لها من عرفتك زاد انا حبي لها. الله الله عليك يعطيك العافيه ما شاء الله سلطان. خلينا نتكلم عن الشعراء. عندنا جيل من الشعراء كانوا موجودين واسماء وقامات وما زالوا موجودين اطول باعمارهم. طلع لنا جيل جديد جيل الشباب المميزين الحقيقه ومجموعه كبيره حتى وما راح اذكر يعني احد عشان ما انسى احد. انت كيف تشوف النقله بين الشعراء اللي القديمين اللي ما زال بعضهم له تواج بس مقل وفي شباب خطفوا الاضواء بشكل كبير؟ نعم الحقيقه هو كل جيل له معطياته ولها ادوات الناحيه الشعريه يعني. يعني كل جيل له ادواته. نبدا من لما تتكلم على القصائد القديمه زمان يعني لو بجيب لك من وقت مثلا بندر سرور او من قبله حتى اتكلم عن الشعر الشعبي تحديدا تلاقي معطيات الشعر هناك تختلف معطيات النجم تختلف. فالشاهد انه في كل جيل يظل يخلد يبقى من هذا الجيل اسماء خالده يعني ما تهمشها الاجيال اللي بعدها. مين يعجبك من شعراء الجيلين يعني سواء القديم اللي ما زال متواجد او الجيل الجديد اللي في الاونه الاخيره؟ والله القديم انا اللي لحقت على مثلا انا ما اسميهم جيل يعني نسمي جيل تعبير مجازي فقط إيه؟ كمرحله مثلا المرحله اللي نتكلم عن مثلا بندر يعني اعتبره جدلان يجي بعدهم مثلا شعراء مثلا مساعد الرشيدي نايف صقر عبد المحسن بن سعيد عبد اللطيف الشيخ مثلا كمرحله المرحله اللي قبل مرحلتنا يعني مرحلتنا انا اشوف حقيقه فيها اسماء كثيره يمكن كان يكون ابرزهم الشاعر فهد المساعد. طبعا نهني فهد او يعني نهني بالعيد زميلنا فهد المساعد واللي كان موجود معنا في رمضان في اهل رمضان. نعم. كنت موجوده معه من ضمن ضيوف السحور. نعم. صحيح جميل يعني حقيقه شاعر فهد يعني ما تكلم يعني انت أنا بتكلم من غير عاطفة من ناحية أتكلم كحالة شعرية يعني فهد من الناس اللي يعتزون كل جيلة أنه هو من جيلهم كشاعر. جميل طيب سلطان نبي نسمع نص آخر من عندك تختار لنا على ذوقك اللي حاضر اللي حاضر يا أهم شيء أنه حاضر تعرف أنا الذاكرة عندي الله بالخير هذه يسلمك الله يقول الله مش كمان أنا في الذاكرة لكن بقول لك اللي دائما طيب. أردد هذه يقول سلمك الله يقول البال سجن والصبر حراس واليوم مثل الأمس والأمس والأمس أصبح على هوجاس وامسي بهوجاس راسي وما أدراك باللي في راسي الياس طاغي والأمل ضاع فالياس هذا وانا اللي ميزتي قو باسي أجلس في وسط الناس ماني مع الناس ربعي وناسي كنهم غير ناس نس ناس أبحر مع هجوس بلي مراسي ومع كل هبة يبتدي حبس الأنفاس وعقد حجاجي والخفوق متنادي اللي وهبته حب وراح والماس واسقيه كاسي وقت ذروتي باسي كنت بس في محبته بقلبي أساسي شخص حسب صافي القلب حساس وظنيت قلبي طاح فيهم تواسي وثري أنا وأحلامي البيض يأت في قلبي وموت حماسي
يا هم عين المالفة حولها نعاس دقات قلبي حارمتني نعاسي مغبون غبن كليب كون برد فعلي سياسي الراس تقلي حطم كل رقم قياسي لكن أنا ماني بواحد من الناس وهذا ما هو قدري ولا هو مقاس واسمي إذا حطوه ما بين الأقواس ما هو ترى من صورتي أو لباسي بقواس لني بالشعر طير كرناس وبشعري من بعض طيب راسي وكاني أنا أخطيت وامنت جساس مليون زير بين ربعي وناسي وسلام عليكم. صح لسانك صح لسانك يعطيك ألف عافية محمد. ختام مسك خلينا نختم طبعا أتمنى إن شاء الله القادم يكون أجمل. قلت فيه الأغنية القادمة طبعا هل فيه حضور آخر قادم لك سواء أغاني سينجل أو ألبوم قاعد تحضر لأنت بتنزله إن شاء الله يعني على 2015 يمكن إن شاء الله متين وقت الألبوم إن شاء الله. أيوة إن شاء طيب نختم بأغنية كذا يعني اختيارك. تعال نقول شيء للعيد كورد الصوت طبعا على هلا النغام إن شاء الله الجميلة مع فنان محمد طه. نلقاكم إن شاء الله غدا في آخر أيام تغطياتنا لعيد الرياض ويا أهلا بالعيد. خليكم الحين مع هلا النغام الجميلة مع النافورة التفاعلية الراقصة في مجزى الملك عبد الله. يعطيك العافية العازف اللي معنا فيصل القطان. كل عام بخير من قلب أغني لك يا أغلى من ضي العيون وقمرها ودي أسابق قلبي واخذني واجي لك وانثر لك ورود الغلا مع عطرها. كل عام وانت بخير من قلب أغني لك يا أغلى من ضي العيون وقمرها ودي أسابق قلبي واخذني واجي لك وانثر لك ورود الغلا مع عطرها. هالعيد أنا ودي ما غير أنا وياك إيدينك بيدي واتحدى بك فرقاك. كل عام وانت بخير من قلب أغني لك. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. تسلم تسلم الله يبارك وياك. من أركتم في الدنيا. الله يعطيك العافية.